حياكم الله مشاهدينا في محطتنا الحوارية الثانية، وراح تكون مع الأستاذة هبة السعد رئيس اللجنة الفنية بمؤتمر طفلي مسؤوليتي الخامس وعضو جمعية المعلمين الكويتية. أستاذة هبة مساء عليك بخير، سعيدة جدا بتواجدك معي. مساء النور، أنا أسعد، شكرا على هذه الاستضافة الكريمة أستاذة مشاعل. حبيبتي بداية طبعا نعطي أستاذة المشاهدين فكرة حول هذا المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية مؤتمرنا مؤتمر طفلي مسؤوليتي، هو المؤتمر الخامس وهو مؤتمر تطوعي تقيمه الأمانة العامة للعمل الاجتماعي في محافظة الفروانية. الهدف الأساسي من المؤتمر الطفل، على كل سنة كنا ناخذ مرحلة تهم الطفل سواء الوالدية، كيف نقرس القيم وهذه الأمور، إلى أن وصلنا إلى المؤتمر الرابع. هدفنا الأساسي من هذا المؤتمر اختلفاض، لأن احنا كيف نساهم كلجنة تطوعية كمؤسسة في المجتمع، ان احنا نفرش فرشة بسيطة معينة للوالدين للمعلم في انهم تعينهم على تنشئة الطفل بصورة إيجابية تناسب البيئة، يعني البيئة تناسب الوقت الزمن المعاصر. حلو، ان شاء الله متى راح يكون مؤتمرنا؟ إن شاء الله يوم الثلاثاء والأربعاء القادم 14 و15/3 في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، بإذن الله فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية، وإحنا عمدنا أن يكون هالشيء عشان نكثف المادة العلمية. يعني حضور المعلم في هذه اليومين راح يثري، إذا حضر راح يأخذ ورشة الصبح، إذا حضر مساء راح يأخذ ورشة مساء، فإحنا عندنا ورش صباحية ومسائية في هاليومين. المشاركين راح يكونون مشاركين، إحنا حرصنا أن يكون عمل تشاركي في المجتمع. يعني نتشارك مع وزارة التربية في دكاترة من وزارة التربية، نتشارك مع كلية التربية الأساسية دكتورة عايشة العازمي من كلية التربية الأساسية، كذلك عندنا ضيوف من خارج الكويت من هم متميز في جانب تطوير المعلم وأداءه، الأستاذ علي العصفور جاي من مملكة البحرين، والدكتورة الحناطقة جاية من نبيلة الحناطقة جاية من المملكة الهاشمية، هم متميزين في جانب تطوير المعلم. فحرصنا أنكم يكونوا موجودين معنا في المؤتمر، وهذه صراحة فرصة حق المعلمين أن يستغلون هالوقت بحيث أن يكتسبون من مهاراتهم. صح. وطبعا عندنا عديد موجهين فنيين، أساتذة في تعليم مهارات التدريس الحديثة، فعندنا ضيوف عدة. حلو، يعني مشاركة محلية خليجية عربية. بالضبط، اي نعم. هالشيء هذا صار في المؤتمر الرابع؟ المؤتمر الرابع اي نعم، كان عندنا مشاركة ليست عربية فقط خليجية، بالمملكة المملكة العربية السعودية، الدكتور ميسرة طاهر كان موجود، والأستاذة هوازن الزهراني أيضا كانت يدعمون قضية القيم، وهم متخصصين في هذا المجال. احنا نحرص كذي استاذه مشاعل انه يكون دكتور متخصص فعلا في هذه الرؤيه اللي احنا نطرحها. يعني اذا كان قيم نجيب منه مثلا ابرز الدكاتره اللي فعلا في هذه الفتره البسيطه انا كأم او انا كولي امر استفيد منه. فحتى في هذه السنه هم متخصصون في الجانب التعليمي التربوي. حلو، خذيتوا بتوصيات المؤتمر، اكيد طلعتوا بتوصيات من المؤتمر الرابع. اي نعم، خذيتوا طبقتوها ويعني بينت نتائجها في المؤتمر الخامس نقدر نقول مثلا، او راح يعني تطرحونها في المؤتمر الخامس تناقشونها؟ اي نعم، من توصيات المؤتمر الرابع انه يكون المؤتمر الخامس يمس الجانب التعليمي. حلو. احنا في مؤتمراتنا اللي طافت لان طفلي مسؤوليتي فكنا نركز على الوالديه، الطفل في البيت، انت كأم او اب شلون نعطيك مهارات تكسبينها تتعاملين مع هذا الطفل. أيضا بعدين تطرقنا إلى أكبر، إلى نشأة الطفل، خصائص العمرية، العقبة تطرقنا إلى القيم. فكان في المؤتمر حضور معلمين ومعلمات قالوا إحنا أيضا نشارك كمعلمين ومعلمات في نشأة الطفل طبعا في شخصيته. فكانت من إحدى التوصيات أنه يكون المؤتمر الخامس يمس بجزء كبير جانب التربوي. حلو. فاللجنة العليا للمؤتمر شكلت أنه يكون المحور الأساسي في هذه السنة تعليمي بحت ينفع المعلمين والمعلمات. إذا الموضوعات اللي راح يناقشها هذا المؤتمر نقدر نقول تربوي؟ تربوي تعليمي بحت، لكن خلنا نقول نقطة، مو فقط للمعلم والمعلمة، أيضا ولي الأمر. يعني الحين وايد مثلا أنا ويت أمر لما ييني ولدي البيت يقول لي درسيني، ما أكسب هالمهارات اللي أقدر الحين أدرسه، يعني ليش أدرسك؟ المنهج كبير،
فتشوفين كثير من الأسر تعتمد على شنو؟ نجيب مثلا مدرسين، لكن لما أنا كوالدة أكتسب مهارة شلون أعطي ولدي الطريقة المثلى أنه يدرس بروحه. فالمؤتمر نعم يخص المعلم والمتعلم والمعلمة عفوا، وأيضا ولي الأمر. في ورش خاصة حق ولي الأمر وولي الأمر شلون نعطيك مهارات تقرسها في ولدك يتعلم يدرس بروحه. هذه أنا أول واحدة بديشها. راح تكون الصبح ولا المساء؟ المساء راح تكون المساء. بس في ورش صباحية طبعا. احنا عادة الحمد لله مؤتمرنا لأنه مؤتمر تطوعي أستاذة مشاعل، تشوفين السوق غالبا يطرحون، لكن أحيانا المادة يعني تمنع بعض الأشخاص أن يحضر، لكن لأنه مؤتمرنا تطوعي الأسماء فيه ثقيلة فيكون الحضور فيه كبير. فكنا يعني في المؤتمر السابق واجهنا مشكلة في عدد حضور الكبير اللي كانت ما تغطيها الورش، لذلك في هذه السنة رأينا أن نحط ورش صباحية ومسائية، مسائية متزامنة، يعني في نفس الوقت عندك 4 ورش صباحية 4 ورش مسائية. حلو. إضافة إلى محاضرة جماهيرية قوية مدتها يعني تقريبا المحاضرة 2 إلى 3 ساعات، يعني تعتبر ورشة تدريبية عشان نغطي احنا اكبر هدف، لان احنا هذا هدفنا، اني انا مو بس ابي اسوي مؤتمر واطلع بالاعلام واحط في الجريدة، لا، احنا الهدف الاساسي منا يعني هذا التعب الشهور انه فعلا لما تروح المعلمة او المعلم مدرسته عنده قيمة، كسب شيء يقدر يسويه، صح، مهارة هو يقدر يطبقه. ابي الطالب لما يطلع من هذه الحصة عقب المعلم ما ياني انا ودربته يقول الله أنا أحب هالمادة، أحب هذا الأستاذ. هم مثلا المعلمين عندهم هذا الحب، لكن أحيانا ما توفر لهم هذه الدورات التدريبية، طريقة التوصيل يمكن، وطريقة التوصيل والدورات التدريبية. إحنا إن شاء الله يعني يكون هذا الهدف من مؤتمرنا إن شاء الله. طيب على من تقع مسؤولية الاهتمام بالطفل والتنشئة؟ وايد أطراف، بس الأساس البيت. يعني ما نبي نقول بعد مشاركة الأم، الأهل الأساس الأكبر، والأبو طبعا شيء أساسي. البيت، النشأة الأولى تطلع من البيت، من أول 5 سنوات تتشكل شخصية الطفل. الأم متى ما كانت مستقرة والأبو عندهم مهارات يعرفون شلون يتعامل مع الطفل، أول ما يحتاج مهارات ترى الطفل، يعني إحنا يمكن ربينا أول حياة بسيطة يطلع برا وخلاص يتعلم، الحين لا، الحين ما تقدر تطلعينا برا تخلينا في البيت، إنزين أنا شلون أتعامل معها، خصائصه تغيرت، مو بس أنا ربي، تليفوني ربي، تلفزيوني ربي، فوايد أشياء. فأنا أعتقد الأسرة ثم المدرسة شيء أساسي. ياما يعني أهالي يعني تعبوا على عيالهم، صح، نشأوهم غلط، صح، دش مدرسة صف أساءت له معلمة، هدمت كل شيء بين الأم والأبو، صح. فيعني المدرسة لها دور أساسي، وطبعا لأن بالنهاية هذه خبرات تكون داخل مخ يعني الطفل، لما يكبر تظل وياه، صح. صح، وبعدين تلامس شعوره، يعني لما تي مدرسة مثلا تحبط الطفل أو ما تعرف تتعامل معه، أو هذا الطفل خجول ما عندها القدرة أنها يعني تطلع مهارته، هذا الإحباط نفسي لكن يأثر بعدين، صح، في شخصيته. أؤمن بعد إيمان تام أنه هو سياسة الدولة، يعني الدولة يجب أن تكون مؤسساتها كلها لها خط سير واضح في رسم منو تبون يكونون مستقبل شباب الكويت من الطفولة. أنا أبي جيل واعي، والحين وزارة التربية ماشية في هذا المنوال، إن إحنا كل مناهج التربية تغيرت في الابتدائي، بدأوا من أولى الحين ثانية، وإن شاء الله ماشية سنة ثالثة بإذن الله يسمونه منهج الكفايات. هذا أنا شلون أنشئ، مو تبي لي طالب درسينه، لا، أنت يا المعلمة فقط أعطيه مهارات أساسية، وهو شلون يتفاعل مع هذه المادة يطلع في المجتمع. أستاذة هبة يعطيكم ألف عافية، دحب تقولين كلمة أخيرة. أشكر لكم تغطيتكم، حابة أقول كلمة لكل المعلمين والمعلمات أن يحضرون هذا المؤتمر، يشوفون الورش يستفيدون منها، لأن التنمية المهنية وايد مهمة لجانب المعلم والمعلمة. وشكرا لك، سعيدة بوجودي معك في برنامجكم. حبيبتي، وإن شاء الله نلتقي إن شاء الله يا رب في المؤتمر السادس إن شاء الله. شكرا لك، يعطيك العافية، الله يحفظك. إذن أعزائي أكيد متواصلين معاكم، ولكن بعد هذا الفاصل.